جزيلا. Mr. Samir Omar, my question to Dr. Badr Abdelati is no more, it's no more covered that the relation between Egypt and Israel against the backdrop of the Philadelphia corridor and all pretexts related to their stay in this area with regards to armed smuggling and Israeli. شكرا جزيلا. يعني موقف مصر واضح وتم التعبير عنه في بيان رسمي صادر من وزارة الخارجية المصرية، وهو الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات وهذه الأكاذيب التي يتم ترديدها. الكل يعلم وهم يعلمون والمجتمع الدولي يعلم تماما الجهد الكبير الذي قامت به مصر لمحاربة الإرهاب على مدار السنوات العشر الماضية وتدمير كافة الأنفاق التي كانت قائمة والتي ورثناها من عقود سابقة. طبعا مرة أخرى بنؤكد أن مثل هذه التصريحات وهذه الأكاذيب التي يتم ترديدها الهدف منها هو تشتيت الانتباه عما يحدث من جرائم ومن أعمال قتل للمدنيين سواء في قطاع غزة والآن تمتد إلى الضفة الغربية وقبل ذلك في القدس الشرقية. فكل هذه السياسات الممنهجة التي تستهدف في النهاية لفت الانتباه عن الهدف الأهم، وهو التوصل إلى صفقة تضمن الوقف الفوري لإطلاق النار، النفاذ الكامل للمساعدات دون أي عوائق، وأيضا إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا جانب من المسجونين الفلسطينيين. يعني نحن لن نلتفت لهذه الأكاذيب، وكما ذكرت نرفضها بشدة، والمجتمع الدولي يعلم تماما أن هذه الأمور غير صحيحة على الإطلاق. و نكرر مرة أخرى أن مصر دولة مسؤولة، دولة كبيرة تعي تماما مسؤولياتها، ومن ثم سوف نستمر في بذل كل الجهد الممكن في قيادة العملية التفاوضية. لن نتوقف ولن نيأس حتى يتم الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان على أهالينا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. الجهود المصرية لن تتوقف، وكما ذكرنا الرسائل واضحة للعيان وتم نقلها للجميع بأن هذه الأكاذيب تستهدف كما ذكرت تشتيت الانتباه عن الهدف الأساسي. كلما نقترب من لحظة الحسم والصدق للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تجد المبررات والأعذار والتحركات والسياسات الاستفزازية التي لا تستهدف سوى إلى مزيد من التصعيد وصرف الانتباه عن الهدف الذي يسعى إليه المجتمع الدولي، وهو وضع حد حمامات الدم التي تجري يوميا وحقن دماء الأبرياء من الفلسطينيين. شكرا. أستاذ محمد تفضل. كليه أنباء الشرق الأوسط. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضراتكم. في ظل السؤال موجه لمين بفضلك؟ السؤال موجه لوزير خارجية الدنمارك. في ظل ما تشهده مصر من تطور في البنية التحتية و برنامج الاقتصاد الطموح اللي موجود في مصر وما يصاحب ذلك من زخم على صعيد ملف الاستثمار الأجنبي، سيادة الوزير هل لكم اطلاعنا على فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين خاصة في مجال الاستثمار، وما إذا كانت المحادثات مع الدكتور بدر النهاردة قد تطرقت إلى
مشروعات أو مجالات محددة يمكن أن نرى الشركات الدنماركية تستثمر فيها في الفترة القادمة؟ شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. إنني متفائل. صحيح أن الدنمارك ليست بلدا كبيرا، ولكن لدينا قدرات وإمكانات كبيرة، وهناك شركات نشطة في مجال اللوجستيات، ولذلك اتفقنا اليوم على أننا سنواصل البحث في إمكانات تعزيز الشراكة المصرية الدنماركية في مجال الطاقة الخضراء. يحدوني أمل كبير على أن اللقاء مع المفوضية الأوروبية سيشمل بحث هذه الإمكانات، ولقد أعلن هذه المبادرة الدولية، وأعتقد أن الشركات الدنماركية متطلعة إلى أن تلعب دورا مهما. وبالطبع هناك احتمالات كبيرة باستخدام كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر لإنتاج الهيدروجين، وهذا أمر له أهمية بالغة ولا بد أن نبحثه بالنسبة لأنشطتنا في المستقبل. شكرا جزيلا. مساء الخير من التلفزيون الدنماركي. تحدثتم عن وقف إطلاق النار. إذا قلنا إن إسرائيل ستترك ممر فيلادلفيا، هل تضمن مصر عدم وجود أي تهريب للسلاح من سيناء إلى غزة؟ أنا أستغرب مرة أخرى ترديد هذه الأكاذيب، هي محض افتراءات وأكاذيب، هدفها كما ذكرت صرف الانتباه عن مسألة التوصل إلى صفقة تضمن وقف الفوري لإطلاق النار. هذه الأكاذيب يتم ترديدها حتى يصدقها البعض. الكل يعلم أن مصر استثمرت الكثير بمبالغ مالية ضخمة على مدار العشر السنوات الماضية لإقامة سياج أمني على حدودنا، بالتأكيد لضمان التدمير الكامل لكل الأنفاق التي كانت موجودة من الجانب الآخر من الحدود منذ الاحتلال الإسرائيلي. هذه الأنفاق تعود أصولها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة. مصر دمرت لا أقول المئات ولكن عدة آلاف من الأنفاق تماما، وكما تعلم قمنا بنقل منازل وبعض القرى إلى مناطق أخرى لأنها كانت تستخدم كفتحات لهذه الأنفاق. هذا ما تم اتخاذه، والدولة المصرية يعني استثمرت الكثير من الموارد المالية لتدمير هذه الأنفاق لبناء شبكات أمنية قوية على طول الحدود لتأمين حدودنا. ولكن كما ذكرت حينما كلما نقترب من التوصل إلى اتفاق تظهر أعذار جديدة وإدعاءات جديدة وإفتراءات جديدة وأكاذيب جديدة لا علاقة لها بالواقع، وهم يعلمون ذلك. دعني أسألك، هناك أسلحة موجودة في الضفة الغربية، كيف وصلت إلى الضفة الغربية؟ هل من أنفاق أيضا من مصر؟ هذا كلام غير منطقي وغير واقعي. نحن نعلم وهم يعلمون مصادر تهريب هذه الأسلحة من الطرف الآخر، وأنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل، ولكن لدينا معلومات
مؤكدة عن مصادر هذا التهريب، لا نريد التحدث عنها، ولكن مرة أخرى أكرر الموقف المصري واضح. إحنا يعني ابتلينا بالإرهاب على مدار السنوات الماضية، لا أحد يزايد على مصر فيما يتعلق بموضوع محاربة الإرهاب ومنع التهريب، هو موقف واضح موقف حاسم والكل يعلم ذلك. إذا كانت هناك أي أكاذيب يرددها أي طرف فهي لا علاقة لها بالواقع، وعلينا كإعلاميين وصحفيين متميزين ألا نردد هذه الأكاذيب وأن ننظر إلى الواقع وإلى الحقيقة فقط. شكرا جزيلا.